السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة برنامج في الموعد، واليوم نرتحل إلى منطقة يعني فيها كل الجمال والطبيعة، وفيها إنسان المنطقة معروف بإبداعه يتخطى الحدود داخل السودان وأيضا خارج السودان، وإبداعه حتى في المنطقة وضمن طبيعتها. ضيفنا اليوم واحد من الشخصيات الرائدة في الغناء التراث، وتحديدا تراث كردفان، واحد من المتخصصين في هذا النمط الغنائي المختلف، وأيضا له رصيد وافر في حفظ وتوثيق أغنيات وتراث كردفان، كما يعد هو مرجع لكل الباحثين في النمط الغنائي. أيضا له تجربة في خارطة ومشهد الغناء، وحيث غنى للعاطفة والوطن بصوت جميل وأداء أيضا متفرد. ضيفنا اليوم هو فنان وأيضا ملحن وشاعر وباحث ومهتم بتراث كردفان. برحب بك استاذ عبد الله الكردفاني، مساء الخير عليك. مساء النور ومرحب بكم، مرحب بقناه الشروق القناه الفتيه، ومساء الخير عليكم وعلى كل المشاهدين، ولكم التحيه. اهلا بك كثير. نبدا معك من الميلاد والنشاه، لانه هي دي اللي بتحدد بعد كده مسار اي شخص اذا كان مبدع في أي مجال من المجالات، ونمشي لشمال كردفان منطقة شركيلة حيث كان الميلاد والنشأة وكان تكوين شخصية الفنان عبد الله الكردفاني. عبد الله حامد رحمة، عبد الله حامد رحمة الاسم الفني عبد الله حامد الكردفاني، من ولاية شمال كردفان، محلية أم روابة، إدارية شركيلة. الميلاد منطقة شركيلة. المراحل التعليمية مدرسة شركيلة الابتدائية، ثم ثانيا انتقلت عملت بالقوات المسلحة، وبعد ذاك ثاني عدت الدراسة في معهد عون الشريف قاسم الخرطوم هنا، والمراحل جامعة السودان للعلوم كلية الموسيقى والدراما. جميل. عندنا لسه محاور حنتكلم عن الإيقاعات وعن الاختلاف والتنوع في كردفان، وحبك برضو كتابتك وتلحينك وأدائك للتراث الكردفاني وتميزت به أيضا، لكن نسمع أول إيقاع كردفاني، نجي بعد كده إن شاء الله نواصل ان شاء الله. قبل كده خلينا نحيي في الاورجن معانا في الاستوديو استاذ ناصر العاقب، وكمان مدير الفرقه الموسيقيه معانا جلال قسم الله ابو زيد، بنمسي عليهم موجودين معانا داخل الاستوديو، ونتفق على اغنيه ونستمع لها. ان شاء الله اغنيه كلتومه، اغنيه من اعمال التراث كردفان، واضافه موسيقيه وتعديل لعبد الله حامد الكردفاني. كلتوما سلموا ليل جميل بنجوما، سببوا لي ولا برجيك تمرجوما، شوقي عليل الصباح موما. حب علي قاسم يسار لهالي سمسار بمرض الصحابي. أجي
القرا في شيء مبيض حليب العيون زي الغزالة مالكو يا سمسارة كثرت القوالة في ستوب في زيري الحرير الزكي حب علي قاعد الناس الهالي سمسارة بين أرض السمسار بي مرض الصحابي. جميل استاذ عبد الله. الكردفان احنا نتكلم عن الايقاعات المختلفه برضو في كردفان والتنوع الموجود فيها واختلافها، فبيخلي الايقاعات فيها تشابه ونوعا ما ايضا اختلاف. كلمنا عن الجزئيه دي. نعم، كردفان غنيه بالتراث وتعدد الايقاعات، فيها عدد كبير من الايقاعات. فيها الايقاع الاساسي في كردفان اللي هو ايقاع قبيله البقاره، ايقاع النقاره اول ايقاع، وضربات همهمه المردوم ويتحولت الى لالات موسيقيه ان شاء الله. عندنا برضه ايقاع المردوم، وعندنا ايقاع الدرملي، وعندنا ايقاع الفرنجبيه، وعندنا ايقاع الكرنك، ونحن بنسميها بزفه العريس. الايقاعات زفه العريس. عندنا ايقاع ما يعادل عندنا في 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 جبال النوبه، عندنا بيقع ايقاع يعني هو زي ايقاع الكرنك. وعندنا في 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 الوسط بيعادل ايقاع السامبا. وعندنا في في كردفان اسمه زفه العريس اللي هو الايقاع يعني اشبه بايقاع السامبا، وثاني ايقاع ثاني برضو من ايقاعات الشوريب. في الايقاع برضو عندنا هنا ما يعادل ايقاع اللي هو عندنا في جبال النوبه، ايقاع هنا يعادل ايقاع الكمبله. فبرضو ده ايقاع من الايقاعات الموجوده. تنوع كبير في الايقاعات والمناطق. نعم نعم. طيب لما نتكلم عن تجربتك مثلا في الكتابة وفي التلحين وأيضا في الأداء، مع تنوع الإيقاعات ده لأي مدى ممكن هو برضو يساعد المبدع في أنه هو يكون في تنوع في إنتاجه هو أو هو منتوجه للمتلقي أو المستمع؟ حقيقة أنا أساسا تشبحت بتراث كردفان، وهو أصلا أنا ما بغني إلا لكردفان، يعني أصلا مع عبد الله حامد الكردفاني. أيوة. بغني كل اللي ناي، بغني للوسط وبغني لكردفان شمال وجنوب وغرب. وبغني بتناول إيقاعات، إيقاع دارفور برضو، فكل الإيقاعات. فحقيقة حبيت شديد من جواي إنه أنا أعمل بإيقاع كردفان، لأنه كردفان يمكن جواي ما من زمن ولا زالت جواي يعني كردفان. فبحب انه دائما اغاني ايقاع كردفان ده بحبه جدا، بحسه من جواي يعني. ايوه. فده اللي خلاني انه انا اكثر اكتب لكردفان، بكتب للبيئه في كردفان، ويعني بتناول حقيقه البحث بتاع التراث برضه تناولته من الحكامات الموجودات. فبقوم بعادل اعمال الحكامات، وبحاول اقوم اقرب واقربه للتراث. فلكن ايقاع الحكامات طبعا
لغايه ما عندي نقاع الحكامات، هم بيشتغلن اغاني حماس وتشجيع وهنا، لكن انا بشتغل بكتب، ولكن عملت البحث لانه اصلا هو التراث اكثر واغلبه عندنا الحكامات اكثر شيء يعني. ايوه بتميل يعني لنوع معين او شكل من اشكال الايقاعات، بتلقى نفسك انت بس يعني نفسك متجهه عليه اكثر؟ والله لما نسمع ايقاع التراث المردوم زي العمل اللي قدمناه هسي، او ايقاع الدرملي، او ايقاع الكرنج، او ايقاع الفرنجبيه، بحس ب يعني نشوه شديده جدا، بكون يعني في قمه السعاده بالنسبه أيوة. للايقاعات. طبعا لازم انت كمبدع تكون مرتاح في الاول عشان تقدر توصل للمتلقي، مش كده؟ نعم نعم. طيب نسمع منك كمان ايقاع ثاني او اغنيه؟ نسمع أغنية بنيت العمة، فدور معاك تلمة، يعقدوا لينا ويكون منانا تم، أو يكون مرضنا تم. بنيت العمة بدور معاك لما يعقدوا لي يكون منانا تما، هوي يعقدوا لي يكون مرادنا تما. يا سامي حتة قول لي وين بعتا شلت روحي خليت راقي جدا، ويا شلت روحي خليت راقي جدا. ما تقولوا لي كفارة فقدتهم في بنيت البكارة، أنا فقدتهم في بنيت البكارة. حسروك حرسوك الزريبة، ويا الحسروك حرسوك الزريبة. يا بنيت العمة بدور معاك لما أستاذ عبد الله كمال. لما تكلمنا عن تاريخ التراث الكردفاني والاهتمام به والغناء الشعبي، في كثير من الفنانين ممكن يكونوا سبقوك في المجال ده، هل تأثرت بفنان بعينه؟ نعم حقيقة أنا يعني تأثرت بفنان الراحل المغيم إبراهيم موسى أبا عليه الرحمة والمغفرة، وتأثرت بالفنان الدكتور عبد القادر سالم ربنا يمتعه بالصحة والعافية إن شاء الله، وتأثرت بكل فنان غنى لكردفان مثال الصديق عباس وربنا يرحمه برضو، وأستاذنا الفنان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله ربنا يديه الصحة والعافية، هنا برسالة تحية إن شاء الله ربنا يديه الصحة والعاجل الشفاء له إن شاء الله، وكل فنانين كردفان انا يمكن تاثرت باغانيهم، ولكن اكثر شيء تاثرت ب الراحل المغيم ابراهيم موسى ابا. نعم نعم. كلهم شخصيات يعني لهم تاثيرهم الكبير جدا وتخطوا حدود الكردفان وحدود السودان، يعني
وصلوا بالأغنية حتى للخارج. لما نتكلم عن كتعريف لك، أنت باحث ومهتم بتراث كردفان، البحث عن التراث عموما والكتابة عن البيئة الكردفانية، هل وجدت توثيق ولا أنت بقيت حريص على أن أنت توثق، ولا كيف بيكون البحث على المعلومة الكردفانية عموما عن غناء أو غير من المعلومات؟ نعم، حقيقة أنا البحث عن التراث اجتهدت كثير جدا جدا، وأنا كنت أعمل بالقوات المسلحة في اللواء الأول هجانة في الأبيض، فباخذ إجازتي ما بجي بقى أهلي، بمشي مناطق أهلنا الحوازمة اللي هو في جنوب كردفان عشان أحاول أبحث تراث من الحكامات، فبقعد مع الحكامة وأين ولما ومتى، فباخذ التراث بكون يعني بحب انه دائما اعرف اكثر واكثر عن التراث، لانه التراث في كردفان يعني هو زي ما ذكرنا سالف انه هو يعني كثير جدا جدا وموزع يعني كله هنا وبمسمياته، يعني لما تقول مثلا حكامات الاغاني بتاعت الحماسه براهم وبتاعت اللي غنن على الناس الجبنه براهم، حاجات كثيره جدا جدا، فده حاولت انا ابحثها كلها، وهسه الحمد لله عندي موجوده من عدد كبير جدا من الحكامات في البحث ان شاء الله. في توثيق لكل المعلومات دي على امتداد التاريخ السابق يعني؟ حقيقة أنا 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 عندي عدد كبير من الكتب هنا أو يعني يعني جد موجودة عندي، مراجع معلومات، المراجع موجودة عندي، والحكامة فلانة وقبيلتها شنو ومنو، فدي موجودة عندي يعني، لكن يعني ما حاولت أوديها يعني لنا، لكن كل التراث يمكن أنا عندي أغلب الأعمال دي مصنف ومجاز إن شاء الله. لأنه أحيانا عندنا مشكلة توثيق عموما، بيكون في معلومات مهمة جدا لكن بيتم تداولها شفاهة، بيكون في مشكلة توثيق وكتابة، لأنه لسه في أجيال حتيجي وعايزة تتعرف وتعرف أكثر يعني. والله لا 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 فعلا التوثيق مهم جدا جدا، يعني أنا والله للأسف يمكن حاولت كثير جدا انه اوثق، ما وثقت بانه يعني الناس اللي بتقوم بتوثيق تمشي بيعملوا لك تعجيز وعليك، لكن المراجع موجوده يعني. انت بعد ما تلقى المعلومه بيكون في مشكله في توثيق؟ والله في الطباعه والنشر يعني ولا كيف؟ والله في الطباعه ذاته بتمشي، عشان انت يجيزوا لك يعني مثلا يجيزوا لك مثلا شغل عمل زي ده، بيكون انت العمل اللي انت داير يمشي وتجيزه او تمشي تطبعه، عشان لو ما ادوك تصديق انه تطبعه ما بتلقى فرصه تطبع طبعا. والا يدوك الاوكي عشان تطبع. في تحديات يعني، في صعوبات بتواجهك؟ والله كانت فعلا، لكن هسه ان شاء الله نتمنى انه في الـ في الـ في الحكومه الجديده دي نلقى حظنا ان شاء الله، او ننيل حظنا في الشغل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لما نتكلم عن الموجود حاليا في الساحه، نوعا ما الغناء المايل للحداثه طاغي على التراث الشعبي عموما، او الغناء او الغناء اللي عنده علاقه بتراث منطقه معينه، اذا عممناه وطلعنا من منطقه مثلا كردفان، الحاجه دي لاحظت عليها، واذا بتوافقني الراي وين المشكله؟ نعم، الان يعني هسه في يمكن الاعمال الحديثه بتلقى عمل والله يعني ما له دور، لكن في الساحه موجود بقوه يعني، تلقاه له جمهور وله هنا، فحقيقه التراث والهنا ما نايل حظه شديد كده يعني، زي ما كان اول ما وصلوا ناس دكتور عبد القادر السالم وصلوا الرساله، وزي اخونا عمر احساس ربنا يديه الصحه وصل تراث دارفور، والراحل المغيم ابراهيم موسى بوصل تراث كردفان كذلك، وكل يعني التراث وصل، لكن الان حاليا يعني تلقى اغنيه من اغاني الوسط والله ما لها قيمه، انت بتلقاه انه يعني ماخذ نايل حظها اكثر من التراث. يعني المشكله وين، في الجمهور ولا في الفنان ولا المؤمنين بالتراث الشعبي محتاجين انه يوصلوا الاغاني بشكل اسرع واسهل من كده؟ والله جمهور التراث بيكون هو اكثر من جمهور الاعمال الحديثه يعني، جمهور التراث بجد يعني، لانه كل الولايات ولايات كردفان او دارفور الولايات وحتى الجزيره مثلا والنيل الابيض، كل الناس دي بتحب التراث اكثر شيء، لكن يعني ما عارف السبب اللي يخلي انه هو يعني ما نايل حظه كده في الاعلام يعني، فندر انه تلقى مثلا
تراث انتشر في لنا. يعني دائما هسه لو لاحظت انه في ناس الفنون الشعبيه شغالين وبيلتقطوا من اغاني التراث من اعمالنا ذات بيشتغلوا، وهم بيشتغلوا مثلا زي ناس المردوم والإناي الدرملي ذي كلهم طبعا تابعين للتراث. فما اعرف انه حقيقه كان في الزمن الماضي زي ما قلنا التراث ده مكتف عديل كده، يعني ما لاقي حته يطلع فيها نهايه اصلا، ما مدونه فرصه يمشي لقدام. حاليا يعني متفائل لقدام؟ متفائل ان شاء الله، متفائل خير انه تراثنا ان شاء الله يمشي لقدام وينيل حظه في 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 الفضائيات، وينيل حظه في الميديا، وينيل حظه في جميع انحاء السودان ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عبد الله الكردفان اختفيت او كان في اختفاء نوعا ما كده من الساحه الفنيه؟ لا والله موجود. موجود انا وما اختفيت، لكن اختفيت اعلاميا. يعني الاعلام يمكن ما نلت حظي في الاعلام، يعني لدرجه انه عده قنوات بسجل، ما الحاجه المؤسفه انه ما بيبثوا لي العمل، يعني فدي حاجات كده انا يمكن شويه كده ما عجبتني. ما مقصوده بتكون؟ والله هي ما احتمال تكون مقصوده، لكن يعني ما عارف انه شيء من الانكار من بعض من الناس اللي عملوا العمل، لكن يعني اتمنى انه واحد ينيل حظه في 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 الفترات الجايه دي في كل القنوات وفي كل ال 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 ان شاء الله. زي ما قلت بنتفائل بالعهد الجديد ان شاء الله، انه يكون في مساحات لكل المبدعين في كل المجالات. نعم. حنسمع منك كمان اغنيه ثانيه كردفانية ان شاء الله. هنسمع أغنية إن شاء الله، نسمع أغنية أغنية ناصر، نسمع إغاع اللي هو إغاع أن إحنا عزنا فايت الأمة إيش كريب بايت. أيوة. وإغاع ده قبل إحنا ذكرناه، هو إغاع من الشوريب. وهنا بيعادل لنا إغاء الكمبل عند أهلنا الجنوبيين. أيوة. أهلنا النوبة. إغاء ده اللي قاعدة نحن هنا، وهنا عندنا سامبا في الشمال هنا. هنسمع في الأغنية؟ هنسمع في الأغنية. الأغنية بتقول نحن عزنا فايت الأمة عيش كريب بايت. أتمنى إنه برضو بعد شوية نسألنا نشوف العيش كريب بايت في نوشا. طيب نسمع. فايت الأمة عيش كريب بايت، نحنا عزنا بنفاد الأمة عيش كريب كمبا، نحنا عزنا فايت الأمة عيش كريب بايت، نحنا عزنا بنفاد الأمة عيش كريب كمبا. نحنا شيابنا دول سربوا لدار العدو خربوا، حفرنا للفريق شعبوا ورهيتنا شبعنا من عنبو. أبوك من مغير الخيل جاج مبيا طول الليل، نحنا صغارنا يا هم ديل كبارنا دول جمال الشيخ. نحنا خلوة الضيفان وركو للغاشي والعطشان، نحنا دول عيال هبان شركيلة غرة السودان، تردع بتردع الغزلان كالكايا واقفة دبا. وكا من مغير الخيل بجاجة مبيا طول الليل، نحنا صغارنا يا هم ديل كبارنا دول جمال الشيخ. نحنا عزنا فايت الأمة عيش كريب بايت، نحنا عزنا بنفاد الأمة عيش كريب كنفا. نحنا
احنا عزنا فايت الأمة عشق رباي احنا عزنا بنفات الأمة عشق ربكم فايت احنا عزنا فايت الأمة عشق رباي احنا عزنا بنفات الأمة عشق ربكم فايت. جميل. سعيدين بوجودك معنا استاذ عبد الله الكردفاني، وحنتواصل ان شاء الله في محاور مختلفه، ولكن استاذنك والمشاهدين الكرام حنطلع فاصل قصير ونرجع ان شاء الله نتواصل من بعد. اهلا ومرحبا من جديد، نتواصل معكم في الموعد اليوم ونحن في رحله في جمال كردفان والايقاعات الكردفانيه والتراث وكل الجمال اللي فيها من خلال ضيفنا داخل الاستوديو الاستاذ عبد الله الكردفاني. برحب بك مره ثانيه، كنا معك في تجوال في محاور مختلفه، وان شاء الله لسه حنسمع منك كثير من المعلومات عن البيئه الكردفانيه والتراث الكردفاني، لكن خلينا نبدا نصف الساعه الثانيه دي بواحد من الاغنيات كمان إن شاء الله. هنسمع أغنية حسيس البارة، دي برضو من كلماتي والحاني. أسمع يغاع مردوم. البارة سرحت على الشوكرة مشوق أهل البكارة شوق الغريب لدارة البارة سرحت على الشوكرة شوق لأهل البكارة شوق الغريب لدارة خدنا فول مليانة وبقرنا تبشبعانا ورهودنا فول مليانة وبقرنا تبشبعانا ندعي الكريم مولانا كريم مولانا ندعي الكريم مولانا كريم مولانا الحاسد ما يخشانا انا شوقي لأهل البكارة شوق الغريب لدارة الحلوة قامت دوبة قامت دوبة شافت بلبسي الدوبة أنا شوقي ليك أهل البكارة شوق الغريب لدارة الغابة
شابه نعمل زريبة كبير زريبة كبير نعمل زريبة كبير زريبة كبير انا الفريق جوكا شوق اهل البنجارة شوق الغريب لدارة وسير مع ناس عمي داير افارق همي وسير مع ناس عمي ابو ليري وحتين جمي وحتين جمي ابو ليري وحتين جمي وحتين جمي سبولي حباب ضم شوقي ليه اهل البكاره شوق الغريب ليه سرحت على الشوغر انا شوق زي اهل البكارة شوق الغريب دار انا شوق زي اهل البكارة شوق الغريب لدارة أستاذ عبد الله برضو لما نتكلم عن بداية التزيينات والالتحاق باتحاد الفنانين تكلمنا عن الظروف في الوقت ذاك كيف كانت وعلاقتك برضو بالموسيقيين والفنانين والله الاتحاد المهن الموسيقية أو اتحاد الفنانين التحقته وجد يعني كان واجهتني صعوبة شوية لأنه عشان أنت تكون عضو في اتحاد المهن الموسيقية لازم يكون عندك كسد في السوق ويكون عندك أعمال وفعلا أنا عندي الأعمال وكان عندي الكسد في بدايات عشان اسجل يمكن انا قضيت زي 6 أو 8 شهور انا ساكن عشان اعمل عضو في 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 الاتحاد المهني الموسيقيه فبيكفي طريق انه لازم يكون عندي كاسيت والحمد لله توفقت والكاسيت نزل السوق بعنوان هنا بنيت الفريق نزل الكاسيت والحمد لله توفقت وعملت عضويه في اتحاد المهني الموسيقيه وبعد ذاك مشيت عملت البطاقه بتاعت مزاوله المهن الحمد لله ومواصل النشاط الحمد لله. نعم. كلمني برضه عن فرقة كورال عبد الله الكردفاني للفنون والتراث الشعبي، النشاط العام للكورال والفرقة. الفرقة الموسيقية زي ما قلت بقيادة الأستاذ جلال بسم الله أبو زيد ربنا يديه الصحة والعافية. وفرقة العرض يعني أنا كان أصلاً أنا عندي فرقة كاملة اسمها فرقة عبد الله الكردفاني للغناء والتراث الشعبي. والفرقة دي مسجلة في الوزارة وفيها يمكن 5 شعب اللي هي شعبة الموسيقى وشعبة النجارة وشعبة الهدايين والحكامات وشعبة المردوم بالهمها والصفقة عادية ويعني وشعبة المردوم بالآلات الموسيقية نعم فال5 شعب دي كانت موجودة في داخل الفرقة يمكن الفرقة تتكون من 60 نفر والفرقه الان موجوده ومسجله والحمد لله مشاركات وين داخليا يعني في مهرجانات في احتفالات في والله ما حصل دعينا يمكن اي مناسبه ان نكون قدموا لنا دعوه والا نفذنا حتى لو ما مشينا بالفرقه الموسيقيه بتتحرك الفرقه فرقه العرض بتتحرك بتعمل بالمردوم وبالرقصات الموجوده الكردفانيه ممكن يحصل العكس كمان انت تعمل مبادره وتعمل مثلا يوم برعايه الفرقه والكورال وتلقى الجمهور جاك مش كده؟ والله فعلا دي يمكن عملتها يمكن مره بالنسبه لابناء المنطقه منطقه شركيله
كان يذكر يعني قبل سنتين او ثلاثة سنة كده نجحت طبعا ونجحت جدا جدا. كان ببداية راس السنة يوم 1/1 كان في منطقة السلمة والحمد لله يعني وجدت قبول جميل جدا جدا. وكان الناس يعني يمكن في ناس قير الناس التراث يعني يمكن الناس كلها جاءت وشاهدت يعني بيشاهدوا الرقص والعرض والحاجات دي. ايوه بدل ما تنتظر الدعوه تكون بالعكس الدعوه منك انت ان شاء الله. ان شاء الله توفيق لك وللفرقه. نسمع كمان اغنيه ثانيه ان شاء الله. نسمع اغنيه شديره النخله القايمه في الخلا الزول بلا اهله ما لي غلا. شديرة النخلة في القايمة في الخلا الزول بلا هلا مالي غلا. الخضر القام جديد انا شوقي ليه جديد دلي مع المراح صار صعيد. درت النخلة بالقايمة في الخلا زول بلا هلا مالي غلا. ديري دارك يدوس يا ذا الكرم موجود انا شوقي لم خدود فاتك يدوس. الرقي يقسلي كل يوم بهادي بيت والبرم يدنجي سلام عليك. عشي ديرت النخلة بالقايمة في الخلا الزول بلا هلا مالي غلا. ويا الزول بلا هلا ويا الزول بلا هلا ويا الزول بلا هلا ويا الزول بلا هلا الزول بلا هلا ويا الزول بلا هلا الزول بلا هلا مالي غلا. جميل استاذ عبد الله، اعمالك في الفتره القادمه والمرحله المقبله شنو نتوقع من نشاط واعمال جديده؟ والله موجود جديد كثير ان شاء الله. جديد كثير ويمكن يعني هسه يمكن في زي ما اقل من 7-8 عمل دي جديده ان شاء الله هتنزل ان شاء الله في السنه الجديده دي باذن الله تعالى ان شاء الله. والكثير موجود ولسه المستمع حيلقاها وين؟ حتسجلها؟ حنسجل ان شاء الله. حنسجل ان شاء الله وحنبث للناس وان شاء الله الناس تكون عندي موقع في الـ في الـ في الـ في الـ في الفيس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فعلا ممكن يكون هو يعني موقع او طريقه وسيله ممكن يصل بها الفنان للمتلقى والمستمع اللي هو واحد من مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بيصل. الاغنيه بتصل بكل معلوماتها والثقافه اللي فيها والتراث الكردفاني فيها كمان. عايزه منك كمان اغنيه اخيره شايفاك متفق مع ناصر عليها نسمعها منك. وإذا دخي تعمل حلقة نستمع للأغنية. نسمع أغنية الدرملي زي ما قبل ذكرنا إيقاع الدرملي. هنسمع أغنية من أغاني الدرملي إن شاء الله. طيب thank you.
النور جانب البسم عيسى والدرب ورفع كما قال المال ما بهم علي سلام طورة مدام بلي حرنا اللي فوق نشورة علي سلام طورة مدام بلي حرنا اللي فوق نشورة شلي حد فاتر بقسم الاوراق صبياني جاكو خبر من البلد خاتم البوبار شايلين ليل ونهار غير لي صبياني حلوني من الدين الاحوال خاتم البوبار شايلين ليل ونهار غير لي صبياني حلوني من الدين الاحوال جنزير التقيل قلبي قلا يا تو قلبي وقت نار دفاه يا ولد الدرجات المعصل ما نفو يوم النار رجل بالقاحو المعصل ما نفو يوم بكر والعلي رصاص فوق بغني بكر والعلي رصاص فوق بغني بكر والعلي رصاص فوق بغني دخل ام كلثوم باللقى الشر بدري ودى الدرجات يا ودى الدرجات حزول يا مريم بنت الشيخ يا كي جواب قريب يا مريم بنت الشيخ جواب قريب يا مريم بنت الشيخ يا كي جواب قريب ابوك في المشايخ بريد يا ود الدرجات المعصل ما نقول يا ود الدرجات المعصل ما نقول الجنزير التقيل بقلا يا تو الجنزير التقيل قلبي قلا يا تو الجنزير التقيل قلبي قلا يا تو قلبي وقت نار دفا ود الدرجات المعصل ما نقول يا ود الدرجات المعصل ما نقول يا ود الدرجات المعصل ما نقول يا ود الدرجات المعصل ما نقول الزال بالقاخو